كتاب رياض الصالحين كتاب طيب، قلت الأحاديث الضعيفة التي فيه نسبتها لا تكاد تتجاوز 10%، وما وراء ذلك في الغالب صحيح، وهو كتاب نافع. ومن مناقب هذا من فضائل هذا الكتاب أنه يجمع بين الآية والحديث في الموضوع الواحد، وهذا منهج مبارك. والذي يحرص على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله يحصل ويحصل في زمن وجيز علما غزيرا أو على علم غزير.